على فكرة هضربه لك. لا تعملي كل حاجة الا الضرب، ما تقدريش تضربيه. واه عشان ساكتة؟ انت اما تدافع على ابنك ومش هماك اختك. لا هماني، بس انت عامل عقلك بعقل طفل، هو طفل ما يفهمش. ده طفل، ده اكبر مني. ايوه طفل، مهما يعمل عقله صغير ما يفهمش. وانت التاني يا تعمل حاجة من الاتنين، يا تخبط يا ترن الجرس. هو جيري كان هيتقطم زي ما قالك حقيقي. ما انا جاي مخنوقة طيب من البيت وجاي باخر زعلانة مع الراجل. قولي كده. معلش حقك عليا، انا والله ما اعرف ان انت جاي زعلانة، وهخليه يجي يتأسفك زي الكلب. يا ود يا دبدو. عايز ايه يا ماما؟ خد اقولك. يا بوي مش هنسكت النهاردة. خالتك لما رنت الجرس وخبطت على الباب جامد بسرعة، هي كانت زعلانة مع جوزها، فغصب عنها ان هي عملت كده. يعني زعلانة مع جوزها تقتلني انا؟ هي ولا جوزها هينفعوني برضو؟ يعني احنا مناديين عليك نفهمك ونرضيك وبعينك جاي لأدب. مش لما اكلمك انت يا بيه، انا لما اكلم ماما. خلاص روح. لا لما ما تقولي له روح. ناديت عليها ليه؟ طب انا هروح، ولو ناديت عليها تاني هجيب العصايه وانت عارفه. روح طيب عشان ما اجملكش انا. يعني لما اقول لك هضربها وانت بعينك ولا همك، ما تقوم تطبطب على احسن. هيضرب اختك وانت عادي، الود خلاص يطلع بره وكل الموضوع عدى. اقسم بالله يوم ما يبص لك ايه لا تلاقي تشبشب على حنكه. هو قدامك لو قدرت تعمل حاجه اعمليها.